خروج الفنانة المغربية دنيا بطمة من المحكمة بالأمس برفقة زوجها ووسط هتافات وحراسة مشددة. تابعوا معنا التفاصيل. واجهت الفنانة المغربية دنيا بطمة هتافات من قبل الجمهور أثناء خروجها من المحكمة، وذلك بعد صدور حكم يقتضي بحبسها 8 شهور في القضية المعروفة إعلاميا باسم عصابة حمزة مون بيبي والمتورطة فيها بفتح وابتزاز المشاهير المغاربة والعرب. وظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء التواصل الاجتماعي للحظة خروج الفنانة من المحكمة برفقة زوجها محمد الترك وسط حراسة مشددة وتجمهر عدد كبير من الجمهور والمراسلين والصحفيين. وفي الوقت نفسه يسمع صوت الهتافات ضدها بسبب قائمة الاتهامات الموجهة إليها مثل التشهير والابتزاز ونشر الشائعات والمساس بحياة المشاهير الخاصة. وهتف الجمهور ضد بطمة وهي تغادر المحكمة ظهرا قبل النطق بالحكم بعدما خافت على حملها، إلا أنها واجهت ذلك بسخرية ولا مبالاة، خصوصا وأنها بدت بمعنويات مرتفعة إذ لم تكن تتوقع على ما يبدو أن يصدر حكما. وبعد كل هذا الجمهور يشمت في حبس دنيا بطمة أثناء خروجها من المحكمة ويهتف ضدها.